بعد انتهاء طبعا حفل تكريم النادي الاهلي لمنتخب مصر بالتاهل لنهائيات كاس العالم، معايا في هذه اللحظات المهندس هاني ابو ريدة رئيس اتحاد المصري لكره القدم. باشمهندس مبروك الاول التاهل لكاس العالم، حلم كان كل المصريين مستنيينه، وطبعا اكيد شيء كان مهم جدا لكل المصريين. اكيد طبعا اهم حاجه ان المنتخب كان سبب فرحه المصريين الحمد لله، وربنا اكرمهم وبصل ورز الحمد لله. تكريم النادي الاهلي النهارده بيمثل ايه للمنتخب مصر؟ لا هو اولاد النادي الاهلي طول عمرهم يعني العمود الفقري لمنتخب مصر، وانا سعيد طبعا ان انا موجود في وسط النادي الاهلي وموجود في وسط ابناء النادي الاهلي. والحقيقه كانت فكره من الاخ محمود رغم انها في وقت قليل، انما كنت حريص ان انا اكون موجود. الفتره بقى المقبله ان شاء الله مقبلين على كاس العالم، التحضيرات هتبقى ازاي بالنسبه لمنتخب مصر؟ اكيد هيبقى في تجهيزات كبيره جدا من اتحاد الكره ان شاء الله عشان المنتخب يؤدي اداء كبير في كاس العالم. ان شاء الله في شغل كتير بيتعمل، وطبعا ده جزء خاص بالمدير الفني، انما احنا بنحاول نساعد بكل ما نقدر عليه الحمد لله. الاتحاد المصري بيساعد مستر هيكتور كوبر. الاتحاد المصري بيساعد مستر هيكتور طبعا هو حقق الهدف، وان شاء الله يكمل ونعمل حاجه كويسه باذن الله. شكرا.